ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية الزميل أحمد سنجاب. أهلا بك أحمد. يبدو أن هناك تلويحا إسرائيليا جادا هذه المرة على الأقل بتوسيع نطاق العمليات في الجبهة الشمالية الإسرائيلية، أي في جنوب لبنان. قل لي أحمد، كيف ينعكس ذلك على الحياة اليومية للبنانيين، وما هي ردود فعل الحكومة اللبنانية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل هناك توسيع للعمليات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدات اللبنانية وتحديدا البلدات الحدودية، وذلك بعد القصف العنيف وربما ما يوصف ما يمكن وصفه بالمجازر الإسرائيلية في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية. هذا الأمر ينعكس بشكل كبير جدا على الشارع اللبناني، إذ يرفع من مؤشرات إمكانية الدخول في حرب أو توسيع المواجهات، وخصوصا أن التصعيد في الجنوب اللبناني تزامن مع عدوان إسرائيلي موسع على مناطق أبعد من الجنوب بكثير، مثل الاعتداءات على بعلبك والهرمل، وأيضا الاعتداءات على البقاع. إسرائيل وصلت إلى مدى يزيد عن 100 كيلو متر من الحدود الجنوبية اللبنانية من خلال غارات جوية نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية، سواء في بعلبك في محافظة بعلبك أو في محافظة البقاع. ولكن هناك هذا التصعيد ربما تقابله الحكومة اللبنانية بمزيد من التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701، وأيضا تمسكها بهذا القرار الذي ينص على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات اللبنانية المحتلة، وأيضا التوصل إلى الأمن والسلام في الجنوب اللبناني. ربما الملاحظ أن التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية تزامن مع زيارة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. هذه الزيارة الهدف الأساسي منها هو زيارة الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب اللبناني، فمن المرتقب أن تزور رئيسة وزراء إيطاليا الجنوب اللبناني غدا. والقصف الإسرائيلي الذي تم اليوم والغارتان تحديدا التي استهدفتها بلدة الناقورة وأيضا تير حرفة، البلدتان تقعان في القطاع الغربي الذي تسيطر عليه أو تديره الكتيبة الإيطالية التي من المقرر أن تزورها رئيسة وزراء إيطاليا غدا. فبالتالي هذا التصعيد يحمل العديد من الرسائل سواء للحكومة اللبنانية أو للشعب اللبناني، وأيضا ربما للمجتمع الدولي، لأن هذه أو هذا التصعيد الأخير وتحديدا استهداف بلدة الناقورة على مسافة قريبة من مقر قيادة اليونيفيل ينذر بمزيد من التصعيد، ويبعث برسالة مفادها للمجتمع الدولي أن إسرائيل عازمة على توسيع نطاق الحرب وتوسيع نطاق الاستهدافات في الجنوب اللبناني. لكن رئيسة الوزراء الإيطالية مصرة على إكمال زيارتها رغم التهديد الإسرائيلي الماثل يا أحمد؟ بالتأكيد هي مصرة على استكمال زيارتها، فالهدف الأساسي من الزيارة هو زيارة الكتيبة الإيطالية. إيطاليا لها في لبنان أكثر من 1000 جندي، وهو ما يمثل أكثر من 10% من قوام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والتي يزيد عددها في الجنوب اللبناني عن 10,000 جندي من 47 دولة في مختلف العام من مختلف دول العالم. الكتيبة الإيطالية هي من أكبر الكتائب العاملة في الجنوب اللبناني، وربما هي أكبر قوة أوروبية موجودة في الجنوب اللبناني، وأيضا تعمل في نطاق القطاع الغربي من الجنوب اللبناني الذي تعرض إلى العمليات خلال الساعات الماضية والغارتان الإسرائيليتان اللتين أسقطتا أكثر من 8 أشخاص قتلى وأيضا عدد من الجرحى جراء هذه الغارات خلال الساعات القليلة الماضية. فبالتالي هي مصرة بالفعل على استكمال هذه الزيارة التي ستبدأ غدا، وأيضا سنواكبها في تطوراتها وفي هذه الزيارة. ولكن ربما الرسالة الأهم هي ضرورة الضغط على لبنان من أجل تنفيذ ما تريده إسرائيل، وهو إبعاد حزب الله عن الجنوب اللبناني. وأيضا أنا لا أعرف يا أحمد، والله هؤلاء الذين يطالبون حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها السيد نجيب ميقاتي يطالبونه بإبعاد حزب الله، هل هم واقعيون؟ هل هم سياسيون واقعيون يعرفون حقيقة الأمر على الأرض في لبنان؟
بالتأكيد إسرائيل لا تدرك مدى أو إمكانية تطبيق هذا الأمر، ولكن هي وسيلة من وسائل الضغط التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل هذا المطلب. ولكن في الأخير أن هذا المطلب ربما تدرك إسرائيل تماما أنه من الصعب تحقيقه، وخصوصا في ظل دعني أضيف إلى درجة الصعب لأصل بها إلى درجة المستحيل يا أحمد. بالتأكيد بالتأكيد، ولكن ربما في السياسة وربما في التفاهمات التي يمكن أن تحدث في القريب العاجل ربما يكون هذا الأمر شبه مستحيل، لأن الأمر في الجبهة الجنوبية اللبنانية مرتبط بأمرين رئيسيين أو مرتبط بتطورين رئيسيين. التطور الأول هو وقف العدوان على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، ولذلك كان هذا الأمر مسار حديث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال لقائهما مساء اليوم أو مساء أمس في الأربعاء. فبالتالي هذا الأمر كان مسار جدل كبير، فهناك قرار صدر من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وبالتالي هذا القرار كان هناك تأكيد على ضرورة تطبيقه كمدخل أساسي لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. المؤشرات تقول أنه لا إمكانية لتطبيق هذا القرار في القريب العاجل. أيضا المؤشرات تقول أن إسرائيل ربما تبعث برسائل للاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة ولا وقف لإطلاق النار في لبنان، بالعكس هناك تصعيد في لبنان رغم كافة الجهود المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل إثناء الجبهة اللبنانية أو من أجل إحلال السلام في الجنوب اللبناني الذي يضم أكثر من 10,000 جندي، ربما عدد كبير منهم من دول الاتحاد الأوروبي. أحمد، التصعيد وتزامن التصعيد مع هذه الزيارة له دلالات أخرى أيضا أن إسرائيل عازمة على توسيع دائرة الحرب في لبنان. زميلي الكريم، نحن ندعو الله ألا يحدث ذلك، لكن لو اتسع نطاق العدوان الإسرائيلي على لبنان، أرسم لنا خريطة سريعة لمواقف الفرقاء السياسيين لديك. نعم بالفعل، هذه نقطة أساسية جدا، لأن هناك انقسام كبير في الداخل اللبناني وتحديدا الفرقاء السياسيين حول ما يحدث في الجنوب اللبناني. فهناك فريق يرى أن الجبهة اللبنانية فتحت وأن لبنان ربما يخوض هذه المعركة ليس لمصلحة أو ليس لدعم غزة فقط، ولكن لدعم الموقف اللبناني. هناك أكثر من 35,000 انتهاك تم رصدهم منذ بداية أو منذ إصدار القرار 1701 وحتى اليوم. هناك 22 شكوى تقدم بهم لبنان لمجلس الأمن الدولي منذ 8 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، تتضمن اعتداءات عنيفة ضد المدنيين وضد الإعلاميين وضد المجتمع اللبناني بشكل عام منذ 8 أكتوبر الماضي وحتى اليوم. هناك العديد من المواقف التي تؤيد استمرار هذه الجبهة من أجل الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701 أو على الأقل للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وهناك فريق يرى أن لبنان ليس له أي مصلحة في التصعيد في الجنوب اللبناني، ويرون أن هناك انفراد بقرار الحلم السلم والحرب في الجنوب اللبناني، وأن هذا القرار ليس قرار الدولة اللبنانية ولكنه قرار فصيل مسلح موجود في الدولة اللبنانية. أحمد، هل يمكنك أن تسمي أعضاء كل فريق؟ بالتأكيد، هناك الفريق ربما المعارضة الذي يوصف بالمعارضة في لبنان هو يتمسك بضرورة الحلول السلمية ويتمسك أيضا بضرورة وقف إطلاق النار فورا في الجنوب اللبناني دون أي شرط وأي قيد، ضرورة أن يكون السلاح حصرا في يد الدولة اللبنانية، ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية مثل حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية أيضا، وربما حزب القوات من أكبر الأحزاب التي تمتلك كتلة نيابية كبيرة تصل إلى 18 عضوا في مجلس النواب اللبناني، وحزب الكتائب ربما يمتلك أيضا قرابة 4 أعضاء، وعدد من المستقلين والأحزاب التي تدعم موقف المعارضة في هذا الشأن. وربما الموقف المؤيد يتمثل في حزب الله وحركة أمل، وخصوصا بعدما باتت حركة أمل أيضا على خط المواجهة مع إسرائيل بعد استهدافات إسرائيلية متكررة لعناصر حركة أمل. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم في العمليتين اللتين تمتا أو الغارتين
اللتين شنهما جيش الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب اللبناني سواء في بلده الناقوره او صير حرب، هناك ضحايا لحركه امل، فبالتالي حزب الله وحركه امل وايضا عدد من الفصائل الفلسطينيه الموجوده المسلحه ايضا الموجوده في الجنوب اللبناني تدعم استمرار هذه الجبهه حتى تحقيق كافه المطالب. المطلب الاول هو ربما وقف العدوان على قطاع غزه، والمطلب الثاني هو الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانيه المحتله. ما هو موقف الحريري وكتلته؟ في الحقيقه ان الحريري ربما كان في زياره الى العاصمه اللبنانيه بيروت في الشهر الماضي لاحياء ذكرى اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وهو يرى ضرورة إبعاد لبنان عن شبح الحرب، ولكن هذه الكتلة توقفت عن ممارسة العمل السياسي منذ الانتخابات الماضية التي أجريت في عام 2022، فبالتالي لا كتلة للحريري حاليا في مجلس النواب، وأيضا ربما لا توجد مواقف معلنة أو مواقف ثابتة في هذا الأمر، ولكن ربما الرؤية الأهم لكتلة الحريري ومن يناصرهم في مجلس النواب اللبناني أو في الحياة السياسية اللبنانية ترى ضرورة إبعاد شبح الحرب عن لبنان، لأن لبنان لا يتحمل هذا الأمر، وخصوصا بعد الأزمات المالية والاقتصادية التي لا يزال يعاني منها لبنان ويعاني من تداعياتها، وأيضا في ظل أزمة الشغور الرئاسي التي تمتد. صحيح. وهذا هو موطن سؤالي الأخير يا أحمد لو أذنت لي، ما هو تأثير كل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والتهديد بتوسيع نطاقه، وهذا أيضا طارد للاستثمارات وضاغط على الاقتصاد إلى آخره، ما هو تأثير ذلك على رغيف عيش اللبناني العادي؟ هناك تأثير كبير جدا للعدوان الإسرائيلي وأيضا للوضع في الجنوب اللبناني على الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة اللبنانية. شبح الحرب ربما يؤخر أو يؤثر بشكل كبير في تأخير عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يؤخر أيضا بشكل كبير جدا عملية التعافي وخطط التعافي التي كانت قد أقرتها الحكومة وبدأت في عدد من الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر. هذا الأمر أيضا أثر على الوضع الاقتصادي، لبنان يعيش بشكل أساسي على السياحة وفي سواء المواسم الشتوية أو المواسم الصيفية، وهذه المواسم تضررت بشكل كبير جدا جراء العدوان الإسرائيلي وجراء الوضع في الجنوب اللبناني. أيضا حركة التجارة وحركة الاقتصاد بشكل عام تأثرت جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والعمليات المستمرة في الجنوب اللبناني، فهناك خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني فضلا عن خسائر قطاع الزراعة. الجنوب اللبناني معروف بالزراعات، فنستطيع أن نقول أن الجنوب هو أحد أهم السلال الغذائية التي تقدم الأغذية اليومية للدولة اللبنانية بشكل عام. هناك مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية التي تعرضت للبوار أو تعرضت للقصف بالقصف المدفعي أو الغارات الجوية أو أيضا القصف الفسفوري الذي أثر على عدد كبير جدا أو مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية في الجنوب والمحاصيل الزراعية، فبالتالي هناك أضرار فادحة على الاقتصاد، وكما أنها أيضا تؤخر عملية التعافي من الأزمات المالية والاقتصادية التي عانى منها لبنان خلال السنوات القليلة الماضية. زميلي الكريم أحمد سنجاب من بيروت، شكرا جزيلا لك.